من طبيعه الحال كان لابد ان المجلس انه يملا هذا المنصب الشاغر ديال النائب العاشر ديال العمده ديال مدينه الدار البيضاء. الحمد لله الانتخابات يعني مرت يعني في اجواء يعني صحيه وايجابيه، وكان انتخاب ديال الاخ محمد شفيق بن كيران اللي هو عضو المكتب السياسي ديال الحيز، هو برلماني ورئيس جهه سابق ورئيس مقاطعه ديال عين الشوق من بعد الاختيار ديالو من طرف القياده ديال الحزب، وكذلك الاجماع اللي كان عليه من طرف الاعضاء ديال التحالف الرباعي المسير لمدينه الدار البيضاء، بحيث انه حصل على 100 صوت، وهذا يعني في حد ذاته غادي يدعم الفريق ديال العمل ديال مدينه الدار البيضاء والمكتب اساسا بواحد الكفاءه، لان السي محمد شفيق بن كيران هو كفاءه يعني وطنيه وعنده تجربه ورصيد كبير اللي غادي يعطي واحد الدفعه للعمل ديالنا. فهنيئا له، هنيئا للمجلس جماعه الدار البيضاء والمقاطعه عين الشوق بهذا الانتخاب هذا.